تلبية لدعوة ميركل، السيسي يشارك اليوم في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية. ارتفاع حصيلة هجوم مأرب إلى 70 قتيلا، والرئيس اليمني يؤكد عدم رغبة الحوثيين في السلام. الاتحاد الأوروبي يقطع مساعداته لتركيا بسبب العدوان على سوريا والتنقيب في المياه القبرصية. الخامسة صباحا، الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مؤتمر برلين حول ليبيا التي تبدأ أعمالها اليوم، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. يشارك في القمة ممثلون عن الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المعنية بالأزمة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية. قال الرئيس عبد ربه منصور هادي إن الهجوم الحوثي على معسكر للجيش في مأرب يؤكد عدم رغبة الحوثيين في تحقيق السلام. وأضاف هادي في اتصالين مع محافظ مأرب ومفتش الجيش اليمني أن الأفعال المشينة لقوات الحوثي تؤكد أنها لا تجيد غير مشروع الدمار، مؤكدا عزم الشعب اليمني على قطع دابر تلك الجماعات ووأد مشروعها الطائفي، كما شدد على أهمية تعزيز اليقظة العسكرية والجاهزية القتالية. جاء ذلك في وقت ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الحوثي لمعسكر في مأرب إلى 70 قتيلا. طالب الرئيس اللبناني ميشيل عون وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية المعنية بالمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين. وفي تغريدة له على تويتر، دعا عون إلى منع أعمال الشغب وتأمين سلامة الأملاك العامة والخاصة وفرض الأمن في الوسط التجاري. خفض الاتحاد الأوروبي مساعدات ما قبل الانضمام المقدمة إلى تركيا بنسبة 75%، وأرجع الاتحاد الأوروبي تلك الخطوة إلى استمرار تركيا في عمليات التنقيب عن الغاز غير القانونية قبالة ساحل قبرص والعدوان العسكري على سوريا. شاركت الآلاف من النساء في مسيرة بوسط العاصمة الأمريكية واشنطن وفي مدن أخرى في أنحاء الولايات المتحدة دعما لحقوق المرأة وتشجيعا على مشاركتها السياسية. وأدانت المشاركات في المسيرة احتجاز السلطات الأمريكية للأطفال أبناء المهاجرين على الحدود. هذا ويتم تنظيم المسيرة سنويا في شهر يناير منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في بداية عام 2017، وكانت أول مسيرة قد استقطبت نحو 500 ألف امرأة، حيث اعتبرت آنذاك أضخم تجمع احتجاجي منذ الحرب الفيتنامية. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبار. للمزيد تابعونا دوما على extranews.tv. شكرا لكم.